العنابي ويوسف احمد ممكن يتعامل معها هشام الخواطره بشكل ايجابي في مجال الدقائق التي تحضر. امر جميل جدا لهشام وحتى لإيريك الفرنسي. كره ملعوبه للخليفي لعبها للامام واصل الان في خط كره الحديده اليوم يعني لاعب يجب ان يلعب في اكثر من مركز. مسعد الحمد اليوم حاضر. زين شاب شاب حكم المباراه عبد الرحمن جاسم. محمد صقر حارس المرمى حمزه خطيب ممكن ان يتقدم وان يحضر بخطوره موجوده لدى حمزه الصنهاجي. حمزه يعيد الكره للخلف. مسعد لاحظ مع السد هو الافضل الان في عمليه الاستحواذ. كره لحمد فرج فرج معها كره ذهبت الى خارج الملعب. محمد مدثر كان يطالب بخطا الامور ثم التصف خويا الياسر حاتم لاحظ معي مصعب كان ممكن الهدوء لاعب صغير في السن في خط الوسط وهنا إيريك الفرنسي خطيره كان من سيمون دياء. وليد جاسم لدينا الاسم الكبير في الفتره الماضيه للكره القطريه. وليد جاسم موجود على دكه مع الكره يلعب الكره لحسن الايدوس حاولت المرور بجانب حسن الايدوس التمويل الان حاضر في اللقطه الماضيه. الكره عادت مره اخرى لحسين الشهاب. شاب دائما ما ياتي بكرات تصل لسيمور ديا. ديا مع الكره. فريق السد هو الفريق الذي يستحوذ على مجريات الشوط اول شوط ثاني لحتى الان شوط ممكن ان يتعنون من خلاله اللقب في هذه المباراه. لكن السد مسعد الحمد يلعب الكره للامام. عبد الله البريك يلعب الكره لحمزه الصنهاجي. حمزه على اليسار تقدم الان بشكل ممتاز. حاول الان في ركله زاويه في خطا حاضر لحسين الشهاب. كرات الان ملعوبه عادل ولكن كره الى خارج الملعب. خارج الملعب عادل احمد. لعبه حلوه كانت بلادي الاخويا. خطا موجود عامل مؤثر على مستوى خط المنتصف. حسن ايدوس قلت له يعني في البدايه انا واحد العوامل التي ممكن ان تكون حاضره بشكل قوي. حمد فرج مسعد الادمار تقدم لاحظ معي مررها بشكل ممتاز. مسعد مسعد الحمد محاولة لعب الكوره جوار المرمى من وصلت الان في خط المنتصف لحسين الشهاب. شاب يحاول يتقدم مع كرة للبريك ولدينا اللاعب الحاضر في المستوى خط المنتصف حيث من الصنهاجي يلعب كرة على اليسار تقدم بشكل ممتاز. وصلت الهدف ثامن نعم فهد ساكت الشمري حاضر لعبد الرحمن جاسم للشوط الثاني لاخويا فهد ساكت. لدى اللقاء 8-0 هي القب وتحقيق هذه البطوله لبطوله الدوري الرابع. لا ننتقل